برنامج بعثات أوربيك الدولية هي مبادرة من شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية أوربيك بالتعاون مع برنامج رواد تكاتف، إذ تعتبر هذه المبادرة مكونا أساسيا من مكونات برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، واستثمارا في الشباب العماني سيكون له مردود كبير على المدى البعيد. تحتفل أوربيك ببرنامج أوربيك للبعثات الدولية، وهو متزامن مع خطة الشركة في الاستثمار في الكادر البشري. طبعا للشركة لها خطة طموحة في الاستثمار 4 سنوات القادمة في مشروع تحسين مصفات صحار ومشروع لواء البلاستيك، وبالتالي يجب أن تزامن هذه المشاريع مع استثمار جاد في تهيئة الكادر البشري، وإحنا سعيدين بالتعاون مع برنامج تكاتف البعثات الدولية. سيعمل البرنامج خلال السنوات القادمة على إعداد الشباب العماني لتولي مناصب قيادية والمساهمة في تنمية السلطنة، إذ يهدف البرنامج إلى دعم طلبة محافظة شمال الباطنة الشغوفين والمجيدين الذين يتمتعون باهتمامات مختلفة، إضافة إلى سجلهم الأكاديمي المتميز. أني حصلت على مثل هذه الفرصة للدراسة في أفضل جامعات العالم، طبعاً 6 سنين القادمة راح تكون أول سنتين في مدرسة تحضيرية، ومن ثم 4 سنين في إحدى أفضل جامعات العالم، طبعاً نختار 5 جامعات وراح نقدم عليها. أعد البرنامج لتوفير منح دراسية لعشرة من الطلبة والطالبات من محافظة شمال الباطنة، وقد تعاونت أوربيك خلال مرحلة التنافس مع برنامج رواد تكاتف باختيار 10 من أفضل الطلبة الذين تنطبق عليهم معايير الاختيار، وسيتم منحهم بعثات دولية لمواصلة دراستهم الجامعية خارج السلطنة.